أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام مسجد صلى بالناس صلاة الرباعية وفي الركعة الثانية لم يسجد إلا سجدة واحدة ثم تشهد وأتم صلاته ولم يسجد للسهو حيث إنه نبه من قبل المأمومين ولم يتنبه لذلك، فماذا يلزم المأمومين في هذه الحالة؟ ما هو الكلام على سجود السهو فقط، هذا فات عليه ركعة كاملة، كان الواجب عليه أنه أتى بركعة بدل الركعة التي ترك منها السجود وأكمل صلاته وسجد للسهو. أما إذا كان ما أتى بركعة بدل الركعة التي ليس فيها إلا سجدة واحدة فلا بد من إعادته للصلاة، أن فات جبرها فلا بد من إعادتها من أولها. نعم.